جاموسة راحت تقابل جاموسة عيني ملقتهاش جاموسة ليلي لقطها بقرة يا عيني يا ليلي. الفنان الكوميدي الراحل يونس شلبي ولد في 30 مايو عام 1941 بمدينة المنصورة. كان والده تاجر كبير في بورصة القطن، وفرح فرحا كبيرا بمولد ابنه يونس، حيث كان يتمنى أن يكون له ولد بعدما أنجب بنتين قبله. ولكن لم تكتمل سعادة الأب بابنه، وخسر أمواله في البورصة ومات حزنا. كان عمر يونس وقت رحيل والده 3 سنوات، حيث ترك الأب زوجة شابة في رقبتها بنتين في عمر 17 و15 عام، وطفل لم يتجاوز عمره 3 سنوات. تزوجت شقيقاته وحصل يونس شلبي على الثانوية العامة في بلدته بالمنصورة، وبعدها انتقل إلى القاهرة، وانتقلت معه والدته ليعيش بالقاهرة بعد أن التحق بكلية التجارة جامعة عين شمس، حيث ظهرت ميوله الفنية من خلال فريق التمثيل في الجامعة. في أثناء دراسة الفنان يونس شلبي في جامعة عين شمس، عمل خلال فترته الجامعية في الحسابات بمستشفى أبو الريش لينفق على نفسه ويساعد والدته على أعباء الحياة. بعد حصوله على بكالوريوس التجارة التحق بمعهد الفنون المسرحية. بعدها تعرف على الفنان حسن مصطفى والفنان عادل إمام والفنان سعيد صالح والفنان أحمد زكي والفنان هادي الجيار، وكانوا دفعته، حيث بدأ مشواره الفني. فكان الفنان عادل إمام وسعيد صالح قادة المجموعة وأكبر منه في السن، حيث شارك يونس شلبي في بدايته بأدوار صغيرة. كانت بداية تألق الفنان يونس شلبي الفنية من خلال مدرسة المشاغبين الذي شارك فيها في أوائل السبعينات، وبعدها بدأت انطلاقته الفنية، حيث اشترى شقة تمليك وعاش فيها مع والدته، وبدأت رحلة تألقه الفني. قدم الفنان يونس شلبي على مدار مشواره الفني عدة أعمال سينمائية، أهمها كان محطة الأنس، المخبر عليش دخل الجيش، الشاويش حسن، الفرن، بمبا كشر، شفيقة ومتولي، ريا وسكينة، رجل في سجن النساء، احنا بتوع الاتوبيس. كما قدم مسرحيا عدة مسرحيات، اهمها العيال كبرت، مدرسة المشاغبين، فلاح في مدرسة البنات، حاول تفهم يا غبي، ليلة من الف ليلة وليلة، قصة الحي الغربي. كما قدم دراميا 4 مسلسلات، منها مسلسل عيون، وكسبنا القضية، مطلوب عروسة، أحلام مؤجلة. في منتصف التسعينات مرض الفنان يونس شلبي مرض شديد، وتحدثت أرملته قائلة كان بيعاني من مرض السكر، وكان عمره وقتها 30 سنة. وفي عام 1994 وأثناء عرض مسرحية فلاح في مدرسة البنات، بدأت تظهر عليه مضاعفات السكر، فأصيب بغرغرينا في أصبع قدمه وأزمات بسبب ضيق الشرايين، وأجرى أكثر من جراحة زرع شرايين في ساقيه، ومنها جراحة في لندن تكلفت 50,000 دولار. وفي عام 1995 ماتت والدته، فكانت أكبر أزمة في حياته، ويوم وفاتها صرخ شراييني ماتت. وفعلا بعدها تدهورت حالته الصحية والنفسية، وأصيب بعدة جلطات في القلب والمخ، وأجرى عمليتين قلب مفتوح، وأنفق مبالغ كبيرة على العلاج والعمليات. كانت النقابة المهن التمثيلية بتساعد، لكن في أغلب التكلفة كانت من ماله الخاص. وتستكمل أرملة حديثه قائلة أنفق على علاجه كل ما يملك، ورغم ذلك ظل يعمل حتى آخر أيام حياته، وبعد إصابته بالشلل النصفي وجلطة في المخ، حتى ينفق على مرضه وأطفاله الستة الذي توفى وتركهم من بعده يعانين حياة صعبة بمعاش لا يتجاوز 2500 جنيه. تخلى عنه في محنة مرضه أصدقائه الفنانين تماما، ولم يمشي في جنازته أي فنان.
عن عالمنا الفنان الذي طالما أسعدنا كثيرا، يونس شلبي، في 12 من نوفمبر عام 2007 بعد معاناة طويلة مع المرض.